صباحية كانت راقية ورائعة الصباح، وتتم الليلة اللي سبقتها كانت احتفال بالدكتورة لالا ملكة بن منصور وبالزجالة ليلى حجامي. اليوم تتم أو تغطية كما نقولوا حنا في الملحون، كان البارح الفراش واليوم ليلة الفطار، غطا مع نخبة ومع شاعرين عزيزين على قلبي أعطاهم لي الله في المنصور، حي المنصور اللي تنقطن فيها أنا، أعطاهم لي الله إخوان وأصدقاء ومرشدين على يميني السي بحجي، وعلى يميني كذلك السي عبد الله الطنجي، الدكتور عبد الله الطنجي. معنا في هذه الأمسية هذه الشاعرين اللي غنحتفيو بالديوانين ديالهم، الإصدار الأول ديال أو الإصدار الثاني ديال السي بحجي اللي هو مواويل لا تنتهي، وفعلا عشنا معاه هذه المواويل منذ بدايتها قبل ما يبدا التقسيم الأول إلى التقسيم الأخير، وعشت مع حبيبي سيدي عبد الله معلقات سجل الماسة في ترتيباتها الأولى من بعد الجملة ديال سجل الماسة، وهذا هو الجميل في سيدي عبد الله بأنه ما تكتبش انطلاقا من شهوة، وإنما تكتب انطلاقا من معاينة، انطلاقا من إحساس مرهف. هذه الأمسية هذه اختارينا لها الدواوين جوج، الديوانين جوج، الديوان الأول قلنا مواويل لا تنتهي، الديوان الثاني معلقات سجل الماسة. هنا تنستحضر واحد القصيدة ديال شيخي وصديقي الحاج أحمد سهوم الله يحفظه، أكاتب البراج الشعراء إلى ختمتيها غلفها وسير بها سير، دق على الشيخ في داره وقرا عليه بالمستور، أكاتب شعاري همارة دافقة كشتوى من ساكن بلا تفكير، والشعر ما درى بسره إلا اللي في قلبه نور، الفاضورية ما تتورى ديرها في خطاب ليا كاتب لنا الخير، واسم الكريم تاج ستارو تعظيم الاسم الغفور. انطلاقا من هذه البرا اللي غنكتبها الحاج أحمد سهوم في الستينات، من هذه القصيده هذه تدعو من 67، انطلاقا منها غادي نبداو مع سيدي الصديق الدكتور سيدي الصديق بحجي، التخصص ديالو التاريخ والقانون والأدب، عنده ديوان سابق اللي هو قوافي الجراح، لا عنده قوافي الجراح كان قدمه له سيدي عبد الله الطني، هذا الديوان ديالو الأخير ما غنتكلمش عليه واخا عايشته، ونخلي صديقي الإعلامي سيدي الأمين الناظفي هو اللي تكلمنا على هو اللي يدير فيه قراءة الكتاب ديال الديوان ديال السي صديق بحجي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكر موصول لجمعية الرحاب الإسماعيلية للملحون والموسيقى التراثية، شكر كذلك لكل مكونات الجمعية، وشكر خاص لأخي واللي كنعتبره أكثر من أخ وصديق اللي هو سيدي مرتضى الشماس، على أن أتاح لي فرصة اللقاء بكم في هذه الأمسية هذه من أجل ما غادي نقولش تقديم كتاب، لأن بعض الأحيان أو قراءة في كتاب، بعض الأحيان الكتاب التقديم ديالو أو القراءة ديالو ما كتحتملش أسطر أو صفحتين أو ثلاث أو عرض من 10 دقائق أو 15 دقيقة أكثر، بل كتحتاج إلى ربما بعض الأحيان إلى وقت أطول، إلى أن نفرد لها مجلدات، بعض الأحيان قصيدة كان يمكن في النقاش ديالها وفي الشرح ديالها كتحتاج إلى مجلدات، وبالتالي سأحاول أن أقترب من موضوع هذا الديوان، وسأحاول أن أعطي صورة ما غاديش تكون نتمنى أنها تكون صورة واقعية وحقيقية، لأن أي كتاب أي قصيدة لا تحتمل قراءة بل تحتمل قراءات انطلاقا من مرجعية وخلفية القارئ أو الذي سوف يقدم هذه الأضمومة أو هذا الديوان أو هذا الكتاب، فبالتالي هي قراءة شخصية يمكن أن تتوافق مع قراءات أخرى، يمكن أن تتقاطع معها، يمكن أن تتعارض معها، إذن بالتالي هي قراءة كتبقى شخصية وكتبقى نظرة قاصرة لمدى أن اعتدت قراءة
الشعر وقراءة القصائد الشعرية والدواوين ومجموعة من المؤلفات اللي كانوا الإخوة والأصدقاء كيكرمونا بالإهداءات ديالها ومن ضمنها هذا الديوان اللي غادي نتحدث عليه. ودائما كتكون عندي قراءة ولكن لم أتجرأ يوما أن أقدمها أمام الحضور، كتكون قراءة خاصة كنناقشها مع صاحب الكتاب، ولكن أن أطرحها أمام حضور وحضور ماشي سهل، حضور ديال يعني نقاد ديال أدباء ديال شعراء ديال كتاب، يعني ربما أشفق على نفسي في هذا الموضع صراحة، هي هذه أشفق على نفسي في هذا الموضع. على العموم رجعنا إلى الديوان ديال الأستاذ صديق بحش. أولا صديق بحش يقول عن نفسه: قلواني النجار مكناسي الدار. قلوان، ومن لا يعرف قلوان ومن لا يعرف أسرة بهجي تبارك الله، كلهم يعني علماء، كلهم ناس، كل واحد التخصص ديالو، اللي عنده دكتوراه في القانون، اللي عنده دكتوراه في الفلاحة، اللي عنده، كل واحد يعني تبارك الله أسرة اللي يمكن يفتخر الإنسان بالانتماء ديالها. وطبيعة الحال كنعرفوا منطقة قلوان بالضبط عين جمعة، فيها واحد ثلاثة أسر أو أربعة أسر اللي معروفة، ومن ضمنها أسرة بحجي معروفة أسرة العين، إضافة إلى أنه من أعيان المنطقة. ثم الاختصاص ديالو كما يقول دائما هو الأدب والتاريخ والقانون. ومن الصعب وأصعب من الصعب أن تجد رجل قانون، ونحن نعرف أن لغة القانون هي لغة جافة ولا تحتمل الشاعرية، وبالتالي من صعب أن تجد رجل قانون يكتب في الشعر وفي، وهذه يعني من ضمن المكرمات التي تحسب لشاعرنا وأستاذنا الصديق بحجي. طبعا الحال من كنتكلموا على الأستاذ الصديق بحجي كدكتور في القانون، كأستاذ في الجامعة في القانون، كمهتم بالتاريخ وباحث في التاريخ إضافة إلى الأدب، فهنا كنلقاو بعض الأحيان اجتمع فيه ما تفرق في غيره. كيف ذلك؟ لأن كما قلت اللغة القانونية لغة جافة لا تحتمل الشعرية، لا تحتمل استعارات، لا تحتمل الإيحاءات، لا تحتمل أي شيء، بل هي لغة جافة. ولكن شاعر يأتينا من مجال ديال القانون فهذا يعني قليل فاش كنلقاوه، إلا عند إنسان اللي شبع أولا بالأدب، تشبع ثانيا بالشعر وبالموسيقى، لأن الشعر هو إيقاع. السلام عليكم. إذا قل أن نجد كما قلت أستاذا مبرزا في القانون يكتب قصائد شعرية، فيعني هذا يعني يمكن أن يجمع المتناقضات، وبالتالي هذه مسألة تحسب للأستاذ صديق بحجي، وهذا دليل على المرجعية ديالو اللي هي مرجعية أدبية تاريخية وقانونية فيما بعد. ربما أنك تشوف أن القانون جاء نظرا لضرورة التخصص وضرورة الولوج إلى مهنة معينة، أو ضرورة أن القانون يتيح لك الفرصة، ربما دراسة القانون تتيح للإنسان الولوج إلى أي مجال في مجالات العمل. على العموم نرجع للموضوع ديال كتابنا مواويل لا تنتهي. هي فعلا مواويل لا تنتهي ولن تنتهي. لماذا؟ نرجعوا للكتاب مواويل، وهي جمع موال، وبطبيعة الحال كنعرفوا شنو هو الموال، ولكن اللي غادي يقرا هذا الكتاب هذا ما يمكنلوش يفهم شكون هو الصديق بهجي الا ما قراش الكتاب الاول قوافل الجراح. ما يمكنش يفهم التيمة الشعرية عند الاستاذ صديق بهجي. علاش؟ لان قوافل الجراح، او انا اعتبر مواويل لا تنتهي امتداد لقوافل الجراح. هذه قوافل الجراح او المواويل التي لا تنتهي، وكما صنفها الاستاذ في كتابه، نرجع لعنوان الكتاب مواويل لا تنتهي. فلماذا؟ نعم نجيناها من وجاء وفي اخر وتحت العنوان بخط اصغر: من ادم الى مفخ الصور.
جيم هنا من لي زيكستريم بجوج من الحدود الاولى انطلاقه الى بمعنى مني كنقولوا الى نفحصور وهي اللي قلت انها لا تنتهي ولن تنتهي الا بنفحصور. لماذا؟ لان الاستاذ في هذا الديوان هذا كنلاحظوا فيه مجموعه هو يبت لواعجه في هذه القصائد. بعض الاحيان يبت خواطره في هذه القصائد بايقاع بمبنى ومعنى. عندما والايقاع عنده يختلف من موضوع الى موضوع. وهنا كتكون اللحظه الشعريه هي اللي كتحكم في الايقاع. لان بعض الاحيان كنتكلموا وكان واحد النهار بعض المرات كتلقى راسك كتصبح كتدندن بواحد الاغنيه انت بوحدك ما كتعرفش كيفاش نزلت عليك. وديك الاغنيه في واحد المقام معين كتلقى راسك ديك النهار كله حبيسه ذاك المقام وكتحاول تستحضرها في اليوم الموالي ما كتجيش. هي اللي كنقولوا الايقاع. علاش الايقاع عنده واحد الضوابط. ومني كنقولوا الانغام او المباني والمعاني عندها ضوابط. فيمكن اليوم هذا الديوان هذا الموضوع اللي كتبوا مثلا استاذنا في هذه القصيده مثلا نعطيو قصيده موال الاحفاد يمكن اللي اعطيناها اليوم لو قلنا له يكتب لنا على موال الاحفاد اللي كتبها بصيغه اخرى بايقاع اخر بنفس اخر. وبالتالي هذا الكتاب هو لحظات شعريه لحظات شاعريه لحظات احساس معين. فيتكلم مثلا فيه عن موال الاحفاد وهو موال الاحفاد ربما تكلم عنه في حقبه معينه الى انه الى جينا رجعنا لحقبه اخرى هاد القاو تبارك الله ربما احفاد زادوا كانت محبه اخرى كانت امور اخرى. اذا فبالتالي هاد اللحظات الشعريه هي التي حاول شاعرنا ان يوثقها في هذا الديوان في هذه المواويل في هذه النتف التي اهدانا اياها من خلال هذا الكتاب او هاد الاضمومه او هذا الديوان الشعري مواويل لا تنتهي. اللغه عند الاستاذ هي ليست لغة جافة كلغة القادم. هي لغة تحتمل الإيحاء تحتمل الشاعرية وتحتمل الاستعارة. فأستاذنا أستاذ صديق بحجي من خلال مجموعة من القصائد كتحس بنفس معين. ومن كترجع من كتبغي تعمق في القصيدة يمكن أن تعطيها أكثر من تأويل ويمكن تعطيها أكثر من معنى حسب اللحظة التي أنت تقرأ فيها تلك القصيدة وتفاعلك معها في اللحظة التي أنت فيها مثلا في لحظة معينة. ولكن يمكن في لحظات أخرى أن تأخذ أو قراءة أخرى متأنية وقراءات متتالية تستخلص من القصيدة معاني أخرى ومباني أخرى. ربما أنا أقول على أنه ربما في بعض الأحيان يمكن أنك تفوق شاعرية الشاعر في استخلاص المعاني واستنباط المعاني. بالتالي الأستاذ صديق بحجي لغته في لغة راقية لغة جميلة لغة تنهل من معجم فضفاض من معجم واسع معجم كبير من خلال تلك التراكيب من خلال تلك الجمل من خلال تلك المفردات تحس على أنك أمام أديب بمعنى الأديب أمام قاموس لغوي متحرك أمام رجل متمكن من أدواته اللغوية. نرجع إلى المبنى مبنى القصيدة عند الأستاذ صديق بحجي يختلف من موضوع إلى موضوع من إحساس إلى إحساس ومن لحظة إلى لحظة. ولكن في وسط المبنى الإيقاع حاضر. ملي كتقرا القصيدة كاين إيقاع والإيقاع ما غنقولش كيختلف الإيقاع دائما تقريبا كتبقى الوحدة الإيقاع كاينة ونفس تقريبا الإيقاع. وهذا دليل على التأثر ديال الأستاذ ديالنا بواحد اللون موسيقي
اللي هو اللي عطاه هاد 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 اللي خلي ربما سكنوا هاد الإيقاع، ربما أن هاد الإيقاع سكن الأستاذ، وبالتالي كنحسوا به دائما في كل القصائد، إلا وأن الإيقاع حاضر وحاضر بشكل قوي، وإيقاع معين ما غادي نقول شكون شنو هو، لأن أنا لقيت إيقاع حسيت به داخل القصيدة وداخل أثناء القراءة وأثناء التفصيل في القصيدة. يمكن آخر غادي يلقى يعني أنه يلقاه مختلف عن الإيقاع الذي مثلا استنبطته من هذه القصائد. نرجعوا ل قلت الإيقاع، مسألة أخرى هي بعض الأحيان كنلقاو ملي كنقراو شي ديوان ديال شي شاعر أو ديال مجموعة الشعراء كنلقاو تقريبا المبنى كنلقاو واحد النمطية في الكتابة ديالهم. عند الأستاذ صديق بحجي تغيب هذه النمطية، بل هو متعدي، لا يعتمد نمطا معينا في الشعر، لا يعتمد بلية معينة، فالشعر عنده مفتوح على جميع المجالات وعلى جميع البنيات اللي كيحتملها الشعر، وبالتالي اللي كتلقى فرق بين قصيدة وقصيدة على مستوى المبنى، وهادشي ربما اللي غادي يقرا غادي يلاحظوا. حقا باش ما نطولش لان مازال كاين عندنا اخوان اساتذه عندهم مداخلات ومازال نستمعوا لاستاذنا. قلت تكلمت على المبنى، تكلمت على الشاعريه والاحساس، تكلمت على الايقاع، تكلمت على النمطيه وعلى بنيه القصيده، تكلمت على هذه الامور كامله. هذه كتبقى قراءه متواضعه لعبد الله الضعيف لهذا الديوان هذا، ولكن اللي مازال اللي كتستر عليه ماشي بسطرين ماشي بثلاث اسطر ماشي باربعه اسطر، هو انه من الصعب ان تجد استاذا في القانون يكتب بشاعريه. شكرا لكم. كيف جرات العاده غادي نطلبوا من الشاعر سيدي حجي، ما غنطلبوش منه يتكلمنا على نفسه، ولكن غنطلبوه يتكلمنا على نفسه من خلال القصيده. سيدي حجي غادي يقدم لنا او غادي يقرا لنا من اقرب القصائد الى قلبه، قصيده موال دموع سته، وكتابته لهذه القصيده هذه مرارا تابع معايا الموضوع ديالها وحدد لي الاسباب ديال النزول ديالها وحتى معاناته في كتابتها، لانه حاول يغلف الحدث بتغليفه واحد بلغه شاعريه ما خرجش لنا الموضوع بزاف، وانما هو دارها واحد مجموعه ديال الايحاءات واحد مجموعه ديال الاستعارات، غطبوا من حدث تاريخي وعطانا القصه في قالب شعري جميل راقي من الأنعى أستاذ بحجي في دموع أو موال دموع ستة. بعد السلام والتحية والإكرام للحضور الكرام، وبعد السلام والتحياتي للمطربين والفنانين والشعراء والكتاب العظام، أقول أنا كطالب كنت في الجنة وكنت أسمع دائماً إلى صوت العرب بالقاهرة. عفواً، منين تخرجت من الأدب للإجازة، ولكني لما كنت أكتب في الموضوع للامتحان في الأدب دخل شاعر دكتور شاعر بمع الكلمة، ليس الشعير، شاعر، والفرحة في وجهي، قال لنا اكتب كيف ما شئت فنكون بشرى ونجم. ما هي؟ وهي ان ابطال او الطيارين المصريين يدكون في ابيهم. وبعد ساعتين ونصف رجع والدموع في عينيه. اخطأت، اسرائيليون هم الذين يدكون مصر. عقدة في نفسي، قلت لماذا لا أنتمي إلى الجامعة في قسم التاريخ، وانتميت إليه.
الجامعة في قسم التاريخ، هذا هو السبب، وتخرجت من التاريخ. وذات مرة كذلك في وليمة كان فيها القضاة والمحامون و إلى آخره، وكانوا يتكلمون في الدين تعلم التعليم ويمين على المنكر. فقلت لقاضي بجانبي: لا، هذه ليست مطلقة، هناك قول لعمر بن الخطاب وهو الدين تعالى على من ادعى. قلت لك النقاط استكمل هذا عاد ويمين على من انكر. ولذلك ارخمت على ان اتدخل، فقال الى احد القضاة واعرفه عمله. قلت له: في التعليم اللي تكلم فقط بانواع التباشير والومك ادرى بشعابها. سكت. لا، غدا ذهبت الى الجامعه وتسجلت في قسم القانون. هذا هو السبب. والشيء الثاني، القانون اجد فيه بعض الكلمه جيده ابقى فيها، فاذا بي اجد نفسي امام قصيده اكتبها. وكذلك نفس الشيء في التاريخ والادوات واللغه وهو في الادب وغير ذلك. الان ساقرا لكم قصيده في سته لنكون على علم ان ملوك السعديين هم الذين اعطوا سته لاسبانيا مقابل ان تحميهم من جيوش الانتشاريه العثمانيه التي وصلت الى وشتى وتنازلها. الان موجود عند اسبانيا في الشمال 32 كيلومتر مستعمره، ومكان اخر في المغرب وهو جزول كمالي، جزول خالده. اننا نجد الاثار الامازيغيه هناك، وهناك اناس يتكلمون بالامازيغيه. والغريب انه ما سمعت يوما احدا لا من الزعماء ولا 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 يقولون بهذا. لا، وتعلمت. اسمح لي يا استاذ، كان تكلم على هذا الموضوع هذا علال الفاسي رحمه الله عليه، لما اخلف عهد الاستقلال، النيخ ديال الاستقلال، كان تكلم على الجزر الجعفريه وانذاك، وكنت تكلم على الصحراء المغربيه انذاك وعلى الجزر الجعفريه. ومهم واتهم بمجموعه من الامور. المهم لا داعي للرجوع، كنعتذر. لا، الجزر الجعفريه ليست هي الجزر الخالده، الجزر الجعفريه في الشمال. نعم، هي حجره الكور. اما الجزر الكناري وهي فيها الان البركان، لان الجعفريه ماشي. اعود الى القصيده. سميتها موال دموع ستة، عفوا، للمغرب الحق بأن يعتبر. القصيدة غتبرد دابا حجي. لا، للمغرب الحق. هناك قانوني كبير اسمه دوما في مذكرة نابليون يقول: لا اعطيتي شي حاجه، هل ارادتي مع ارادتي متساويه؟ لا، اراده المغرب في ذلك الوقت لم تكن متساويه. الجيش العثماني الانتشاري والجيش اعود الى القصيده. ساذبح التاريخ، ساذبح التاريخ في ضريح ذاكرتي قربان لوعي في رمق صمت مصطدي، وبلسم زكام التاريخ بحقنة الوعي مصلها في الأحداق على دجل لا يحمل. حبيبتي سبتة، حبيبتي أنت نهد نهد على خريطة الجسد، جسدي يستحم في رباد إرث رضابه سفر الخلد حبره حقي في أبد الأبد. دعوا أزلام التاريخ
دعوا أجلام التاريخ في أقداح الكذب رنينها لغو خوار عجل السامري دعوه كالذباب على جثة الوهم طنينه غباء العبث مزق صوته بألواح حق كحق بألواح موسى نبضها أبد في خلد أبد سأذبح التاريخ في ضريح ذاكرة قربان لوعي في رمق صمت مصفد وبلسم زكام التاريخ بحقنة وعي مصلها تاريخ على دجل لا يحمد أسعف يا حق أسعف يا حق توحيمة الوجود الوحدة الوجود أسعف يا حق توحيمة الوجود آياتها سبتة وشمها على خدود الوطن أوشمه اليقين بحق غمده سبدة الحق في بلدي حبيبتي مدي يدك إلي أمد يدي إليك أمد روحي إليك نتعاهد بين شفاء الظمأ أنك قبري بين شفاء الأجل أنك قبري وأنا لك الكفن الأوحد أوحدي حبيبتي مدي شفتيك إلي أمد شفاهي شفاها وطني إليك نتعاهد بين شفاء الظمأ نروي التاريخ بأرواحنا زلالا فنجانه سبتا في يد الأبد أبدي حبيبتي جودي بمقلتيك إلي أقرأ بها تاريخ انتمائي كيانك في كياني كلاهما من أرحام تاريخ الكون المخلد حبيبتي أسيل دمعتك إلي أسيل دمعتي إليك منهما يكشف اليقين عنطرة اللسان يطوف لغوها في فراغ تاريخ ينهشه اللسان في سبتة صرمدي سأذبح التاريخ في ضريح ذاكرة قربان لوعي في رمق صمت مصفد وبلسم زكام التاريخ بحقنة وعي مصرها تاريخ على دجل لا يحمد حبيبتي لست من نسل العبيد حبيبتي لست عطسة من زكام التاريخ أنت ديمومة في أحداق أزمنة يشهد بذا آدم وحواء أنك أبد الأبد في أرحام بلدي يتشهد شفاه الأمواج أنك من أرحام وطني كان لك المولد في وطني خلدك يقين حقي في بلدي في أبدي في بلدي أبد في أمد دفرها الحق بين شفاه صرمدي وأما سبتا وهدا وشتا المغرب كنقول فيها شلال دوحك في صيف ظلال دوحك في الصيف مأوى غيد ومرعى ظباء الغيد معروف مأوى غيد ومرعى ظباء تثب كأنبلات على أوطار عود أنغامها خدود سحر فيها تهجلها